أسألك بشيء شكلي، يعني ما مؤثر فنيا. احنا شفنا بالمتابعات ترجمة كاساس المترجم مصري، طبيعي الموضوع يعني مترجم هو شوف انت راح امشي لك انا يعني كلش قريب من هذا الموضوع يمكن يتذكر كاترة. شوف اول ما اجى كاساس كان المرشح احد الاخوان اسمه رياض الوحيل، زين هو رجل يعني متخصص باللغه الاسبانيه ويجيد يعني ممتاز جدا، كان مع القوه الجويه مع الفئات ممتاز جدا، ما اعرف الاتحاد ما اقتنع به جاب الاخ محمد اللي هو مصري، فالموضوع يعني ما نسوي عقده ولا هو مترجم. يمكن هسه اذا نشوف احنا بالدوري السعودي اغلب المصورين توانس، العفو مترجمين توانس مغرب العربي، فموضوع طبيعي يعني ما لا مورد استثمر خبرتك بهذه النقطه. ممكن المترجم يوصل كل شيء للمدرب، يعني طرحه في البرنامج الفلاني؟ لا لا مو هو، لا 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 لو شنو؟ لا 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 شوف هذا الكلام تحدثوا به كثير، مو المترجم، لا لا انت الان اكو جهات مسؤوله عن هذا الموضوع، احنا عندنا المدير الاداري وعندنا المنسق الاعلامي، المفروض وسئل الاخ محمد عماد على هذا الموضوع، يعني موضوع تذكر موضوع الحديث كابتن فيصل وغيره من الكلام، بدا هو يتوتر لانه اكو بعض يعني يتنمر عليه وكذا، بس احنا ضد هذا الموضوع، بس مو صحيح ان كل شيء النقله للمدرب انه فلان برنامج حكى عليك فلان، هو المفروض مفرغ لموضوع اداره المنتخب والتفكير بمستقبل المنتخب، اذا ينشغل راح نفس الموضوع يحيلنا الى الاخرين، اذا ينشغل بوسائل الاعلام ما راح يقدر يعمل ولا يقدر يؤدي واجباته. قبل الختام نشاهد لقطات لحب